صار معكم حجي في حالات داخل حصار الشيء المآسي اللي تعرضتوا له؟ 6 أشهر ضلينا حصار الحمد لله، ما الله تعافينا الحمد لله. شباب راحنا، أولاد بيوتنا راحت، دنيتنا راحت، يعني منا لربه، ربه بحاسب بس خلص. حجي لو تحكينا عن تجربتك ال 15 يوم راحي ولا 15 في الجبهة. هل هو من القصف يعني من فترة القصف؟ برميل برميل هو 11 برميل طبو فوق 11 شخص طب برميل فوق في الجبهة. الله بياخذ حقه.